فليكن حب عيسى العظيم معكم. آمين. أنت شخص يعتقد بطيب القلوب، لكن ما كان نيكولا ليفعل هذا. كان سيدعني أواجه ظلم الإمبراطور فقط ليحصل على القوة. أيعقل هذا؟ ولم تلجأ إلى الحاكم كوسيس لقربه أيضا من الإمبراطور. لكن لماذا لم تلجأ إلى الحاكم روغاتوس؟ سمعنا بصداقتكم، لابد أنه كان سيحميك. صحيح، معه حق. اعتقدت ذلك أيضا، لكن عندما تعلق الأمر بالحصول على القوة تصرف روغاتوس كالآخرين، تركني في منتصف الطريق بينما ضمن السيد عثمان أمني وسلامي. أي زمان هذا الذي نشهده؟ وفهمت أن هذا التصرف ليس خاصا بي. عندما رأيت إخوتنا المسيحيين في كنيسة سوغوت، لم أرى عدالة ولا رحمة بهذا الشكل في قلاع الحكام، مع العلم أن ديننا واحد. هل يمكن أن نراجع الحناء بهذا الشكل؟ سمعت بحالتكم في هذه القرية، كل حاكم يظلم شعبه من أجل مصالحه السياسية، الحكام يتجاهلون أهم احتياجاتكم الأساسية، وأنا أسف لحالتكم هذه، حالة كنيستكم، ألا تمزق قلوبكم؟ كنيستنا سيئة، لا يعتنون بها. حولوها إلى اسطبل بأفعالهم هذه. السيد عثمان يعتني بالكنيسة التي في سوغوت وكأنها معبده، يحكم بعدالة بين الناس دون أي تمييز بين المسيحيين والمسلمين. هناك شخص أعرفه هناك، صحيح إنهم راضون عن أحوالهم، كما أنهم لا يدفعون ضرائب مرتفعة مثلنا، ولا يتدخل أحد في شعائر دينهم. هذا صحيح إذا. ليتنا كنا مثلهم. أخذوا كل أموالنا. لم يعد لدينا شيء. لم نستطع أن نشبع طمع الحكام. يكفي هذا القدر من الضرائب. لا نريد هذا. صحيح. لقد استنزفونا. لم يعد لدينا أي شيء. أتى الأب غريغور إلى قريتك ومدح السيد عثمان كثيرا. السكان تأثروا بالخطة كثيرا سيدي. أرغوس، من الواضح أن عثمان عرف المكان الذي ستأتي إليه القافلة، ولذلك أرسل الأب غريغور من أجل الخطبة. سيدي، لا يزال الأب غريغور في القرية، برأيي يمكننا أخذه. لم يعد لدينا عمل مع الأب، هناك شيء أكثر أهمية بكثير، لكنه الآن بيد عثمان. وإلا هل كان عثمان سيرسل الأب دون تدابير بهذا الشكل؟ عثمان، ضع جنودك في القرية بشكل جيد يا أرغوس. عثمان يعلم بأن القافلة ستأتي إلى القرية، لكنه لا يعلم بأننا نعلم أنه يعلم. سأجهز له مفاجأة كبيرة هناك، كبيرة جدا. عرفت ما هو الشيء المهم. سمعت الأب يتحدث إلى صديقه. الأمانة هي جزء من صليب. الصليب الذي صلب عليه سيدنا عيسى. ماذا؟ قالوا بأن الأمانة هي جزء من ذاك الصليب. هل تدرك ما تقوله الآن يا بهدير؟ هذا ما قالوه. قلت جزءا من صليب عيسى، صحيح؟ نعم حاكم كوسيس، أنا متأكد. بهدير،
لو تعرف